بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، كما ندعوه سبحانه وتعالى في عليائه أن يمن علينا وعليكم بالأخلاص في القول والعمل في السر والعلن، أن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في هذه الفترة الانتقالية ما بين الكتاب الذي انتهينا منه وحتى يتم الاتفاق على الكتاب الجديد، نلتقط بعض المعاني التربوية المهمة. اتصل بعض الأخوة الأفاضل بالهاتف وقال بالله عليك حدثنا عن الصلاة، وأنا يعني أنزل على رغبته ونحاول الليلة أن نحلق جميعا حول هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية. لا شك أن الحديث عن الصلاة يحتاج والله إلى سنوات، ولن ننتهي منها إذا أتقننا وأردنا التفصيل، ولكن إشارة مهمة جدا لعلنا جميعا ننتفع بها، يعني نسميها دندنة حول هذه المدرسة المباركة العظيمة التي أرى أننا لم نعطيها قدرها الذي أعطاها تبارك وتعالى حتى هذه اللحظة، لم نرتقي إلى مستواها ولم ننجح في تأهيل أنفسنا بها ومن خلالها. أرى من نفسي ومن أخواني يعني الأحسن حالا منا هو الذي يحافظ عليها، ولكنه يؤديها أداء روتيني، أداء تقليدي كعادة رتيبة تعودنا عليها، يعني نخشى أن تكون خالية من المضمون، من الروحانيات، من المعاني الراقية التي إن أديت بها الصلاة سمت بصاحبها وعلت به وجعلته مثالا حقيقيا للمسلم الحق. ولذلك نصيحة هي لنا ولغيرنا، إياك أن تغتر بالتزامك وأنك محافظ على الصلوات الخمس وعلى بعض النوافل وتظن أنك بهذا أديت ما عليك ناحية الصلاة، قد تكون حصلت الأركان والواجبات والسنن واسقطتها كفريضة، لكن هل هي بالمضمون والمفهوم الحقيقي الذي يظهر عليك يترك بصمة فيك؟ لا أقول الركعة الواحدة بل السجدة الواحدة إذا كانت بالمفهوم الصحيح تغير منك، تؤدي بك إلى أن تحلق معها لأنها ترتقي بأصحابها. ولذلك الصحابة فهموا هذه القضية واستوعبوا هذه القضية وأعطوا للصلاة الاهتمام الأول. تخيل هذا المشهد العجيب كأنك تراه، أبو بكر الصديق في مرض موته يقول علي بعمر، فيؤتى له بعمر فيستخلفه على المسلمين ووصاه بوصايا متعددة، ثم يعني قبض الصديق ودفن، وكانت أول خطبة لعمر رضي الله عنه وارضاه. أمر عجيب والله، لكن عمر ربي فيها على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففهم معناها وعلم أنها السياج الحقيقي الذي ستؤدى به سائر الواجبات والحقوق الأخرى.
إذا كانت من منطلق عقائدي واضح وراسخ. قالوا صعد على المنبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله وقال أيها الناس، أول بيان، أول بيان، يعني تخيل لم يكن بيانا سياسيا مثلا أو اجتماعيا أو مثلا في قضايا بعينها عسكريا مثلا، لا 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 أبدا. أيها الناس إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه. يا أخي تأمل في المعنى، من حافظ عليها فقد حافظ على دينه، ومن فرط فيها أو ضيعها فهو لما سواها أضيع. لا شك الذي تهون عليه صلاته ما الذي يعز عليه بعدها؟ الذي يفرط في صلاته فلم يؤديها بالمعنى الذي يريد لها، هذا حتما سيهون عليها أشياء كثيرة جدا، سلم التنازلات لن ينقضي ولن ينتهي عنده. ولذلك عمر فهم القضية، ولذلك صدرنا الموضوع بكلام عمر، أهم أموركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها فقد حافظ على دينه. جعلها المدخل للامتثال للدين ولتفعيل الدين وللحفاظ على الدين. يا سبحان الله، تقول الصلاة، الصلاة من حافظ عليه حافظ على دينه، نعم، لأن إذا أديت على النحو الذي سنبين تعطي فعلا مثالية مطلقة في باقي نواحي هذا الدين العظيم وباقي أصوله وأوامره ونواهيه، انضباط. ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. هذا كلام في الحقيقة مدخل مهم جدا جدا جدا. الصلاة لماذا يا إخواني، لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة العظيمة؟ حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بها، في هموم وفي فتن وفي ابتلاءات وفي باطل متربص وفي شياطين إنس وشياطين جن وفي ديون وفي مشاكل خاصة داخلية وفي 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 أمور وأمور وأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بها، مش كحالنا نحن الآن كأننا نقول بسأل الحال أريحونا من الصلاة، ما تقيموا الصلاة، لماذا تستعجل أنت؟ ولا أن تخلص منها، يريد أن يستريح منها. لا، الفرق شاسع جدا. هو كأنه يقول أنا أجد راحتي ولذتي وطمأنينتي وسكينتي لأنني في أقرب محطة مع ربي، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد في صلاته. ولذلك شوف الحديث الجميل هذا، جعلت قرة عيني في، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هذه يعني ما فيش بعدها أبدا، أعلى شيء، ألذ شيء، أروع شيء، يعني أكثر شيء يدخل السعادة والطمأنينة والسكينة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الصلاة. أمر عجيب، أمر عجيب هذا، والله فيه الإجابة الشافية الكافية أنها نالت هذه المكانة العظيمة. انظر من عظيم مكانتها أنها أول ما فرض من العبادات. طيب من يأتينا بالدليل؟ ها؟ لا، أنتم تأخرتم كثيرا. حديث الإسراء والمعراج هذه الفرضية بالكيفية التي نحن عليها الآن، لكن أول ما فرضت الصلاة يا أيها المزمل قم ليلا إلا قليلا، في بداية الدعوة وفي بداية التكليف، بعد التكليف بالمهمة على طول اقرأ. وبعدها يدوب ذهب إلى البيت زملوني فزملته خديجة وطمأنته فكان الوحي، هيا قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فيها قال لك أمر عجيب جدا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال لك لو لم يكن لهذه الإشارة لمكانتها، عارفين يعني إيش؟ يا نبينا هذه هي المدرسة التي ستؤهلك وتقدر بها ومن خلالها على حمل هذه الأمانة العظيمة، على مواجهة فطاح الشرك والكفر إلى آخره. لن تقوى على حمل هذه الأمانة إلا إذا صليت بالليل والناس نيام، أول ما فرضت عليه، كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ لكن بالنسبة لنا أول ما فرضت، فرضت بميزة تلفت أيضا نظر لأهميتها
طبعا فرضت في رحلة المعراج كما تعلمون، على اختلاف الروايات، مثلا في السنة الحادية عشر، في الثانية عشر، في يعني نهاية الثانية عشر قبيل ما تبدأ الثالثة عشر، قبل الهجرة بأشياء بأيام أو بشهور قلائل جدا كانت رحلة الإسراء والمعراج. الشاهد فرضت فيها، طيب على أي كيفية فرضت؟ من فوق سبع سماوات من غير واسطة. قال لك الحاجتين دول بس من أعظم الدلالة على سموها بأهلها، على علوها بأهلها، على تأثيرها في أهلها، يصعدون بها ولا ينزلون إلى السفاسف أبدا لو كانت كما أريد لها. بمعنى الفرضية الأولى لما فرضت عليه هو بنفسه فرضت كيف؟ للسائلين يا أيها المزمل قم ليلة قليلة، هذا وحي ولا إيش؟ وحي عن طريق جبريل واسطة، ماشي. لما تطور الأمر وفرضت بهذه الكيفية، فرضت من غير واسطة في أعلى مكان، جبريل الأمين توقف دونه ورفع عليه وسلم حتى يعني كان عند سدرة المنتهى إذ يغشى سدرة ما يغشى، وخاطب ربه سبحانه وتعالى وفرضها عليه. قال لك دي فيها عدة معاني، أولا بيان لعظيم مكانتها أنها فرضت مباشرة من الرحمن سبحانه وتعالى كأنها وصية بالصلاة. يا جماعة دي الدرة العظيمة لها هذه المكانة العظيمة، فرضت بهذه الطريقة العظيمة، وبعدين فرضت من فوق سبع سماوات. الله أعلم يعني كيف كان المشهد، وصف لنا بخطوط عريضة سريعة، لكن قالوا الدلالة في ذلك أن الصلاة تسمو بأصحابها، تعلو بهم. قل عن السفاسف، قل عن الحقد، عن الحسد، قل عن البغضاء، قل عن الفحشاء، قل عن المنكر، قل عن كل شيء، الصلاة ترتفع بأصحابها. ولذلك الذي يصلي الصلاة الصحيحة تجد دائما عنده سمو في أخلاقه، تجد عنده أدب رهيب، تجد عنده يعني علو عن الأمور الدنية الساقطة لا يلتفت لها. ليش؟ لأن الصلاة من شأنها أن ترفع صاحبها بهذه المكانة العظيمة. طيب من اللطائف أنها فرضت كما قلنا، أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة. أمر عجيب جدا يا أخي والله، ندندن حوله، نتعلم من هذه المعاني المباركات. قال لك سؤال تربوي، هل عندنا شيء في الشرع يعني يفرض فرض عشوائي لسد فراغ مثلا أو لكذا ثم يعني يأتي التعديل ونسخ، ولا لابد من حكمة موجودة؟ ها ماذا تقولون؟ لابد من حكمة، لابد من حكمة فرضت بهذا العدد العظيم. لو نظرنا إليه بعين الاعتبار وقلنا والله ده نحن لو ببساطة خالص أول ما يؤذن للصلاة تقوم فتتوضأ، تتحرك إلى المسجد حيث ينادى عليك، تدخل إلى المسجد تصلي مع إمامك، تنتهي من صلاتك، تخرج من المسجد لتعود إلى حالتك الأولى التي كنت عليها، أقل تقدير نص ساعة. إيه رأيكم؟ مش كده؟ أقل تقدير نص ساعة. الله قال لك شوف 50 صلاة، اليوم والليلة كم ساعة؟ 24. لو 50 صلاة في نص ساعة تعمل كم؟ 5. يبقى احنا محتاجين وقت إضافي مستقطع يضاف إلى اليوم والليلة حتى نصلي 24 ساعة. ما فيش وقت للنوم، للطعام، للشراب، للزوجة، للأولاد، لا للعمل، لا للدنيا وما فيها، ما فيش. الله، طب إذن هذا فوق طاقة البشر، حد يتحمل كده يا جماعة؟ حاجة صعبة مش ممكن، لا تتوهم هذا المشهد، مش لن يطيقه بشر بالمرة. 24 ساعة عمال يقوم ويركع ويسجد، ينتهي من صلاة يدخل في الأخرى، يدوبك بالكاد، ده محتاج السلف ساعة كمان. أمر في منتهى الروعة والجمال لو انتبهنا له. قالوا كأنها رسالة، يا مسلم يا عبد الله والله أنت محارب وأنت مستهدف من شياطين الإنس والجن، وأنت إنسان وتنسى وتعتريك الغفلة وتشغلك المشاغل، تثقلك الدموم والديون والهموم والأحزان والخلافات، مش الحاجات دي بتأثر فينا ولا تأثرش؟ فأنت فعلا فعلا تحتاج أن تكون موصولا بربك
لا تقطع صلتك بربك أبدا، حاول أن تكون متصل بربك على كل حال حتى تلقاه، هذا هو الأصل. ولكن لما رأينا منك هذا الضعف، خلق الإنسان وإيش؟ ضعيف. رأينا منك هذا الضعف، فقد قبلت يعني نصيحة موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وقبلت شفاعة النبي عليه السلام، فتم يعني الرأفة والرحمة، وخفضت حتى أصبحت خمس في العمل، ها، خمسون في الأجر والثواب. لكن العجيب عشان تتعلم المعنى التربوي، أصبحت إيش؟ خمس. ومع ذلك سيدنا موسى يقول إيش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فاسأل ربك التخفيف، فقد عالجت بنو إسرائيل في أقل من ذلك وما طاقوا. ده أنا تعبت مع بني إسرائيل جدا في أقل من ذلك، كانت صلاة في الغدوة وفي الغداة في الغداة والعشي، يعني الصبح وآخر النهار، حاجات بسيطة ماشي، ومع ذلك لم يحافظوا عليها، وقومك من الضعف بمكان. ارجع فاسأل ربك التخفيف، قال إني استحييت من ربي، مش قادر. ده من خمسين لغاية خمسة كان حيا عليه الصلاة والسلام، ولكن قبلت الشفاعة وأصبحت خمس. والله ضيعها الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد. جزى الله عنا موسى خير الجزاء أنه لم يتوقف حتى عند الخمس، نصح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استحى، قدر الله ما شاء فعل. لكن تأمل، أصبحت كما هي خمس، وخمسون في الأجر والثواب. لكن سبحان الله، قالوا تعالى وانظر إلى روعة التشريع، إلى جمال التشريع، كيف بين صلى الله عليه وسلم هذه المعاني من خلال هذا التوزيع الرباني. من اللي وزع أوقات الصلاة؟ حد عارف؟ إذن هو وحي، صح؟ إذن من عند الله عز وجل. إذن التقسيم رباني، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هذا توزيع رباني فيه فوائد وحكم لا نظير لها. يعني لو قعدنا نتتبع كده ونعد مش هنخلص الليلة، والله ما نستطيع أن ننهي على هذا المعنى الجميل في كيفية توزيع هذه الأوقات. لكن سبحان الله، لكن الإنسان الذي سمي إنسان لكونه ينسى ودائما تعتريه الغفلة وتجيله أي حاجة ممكن إيه تشغله، دربك له حياته، يحدث عنده الاضطراب. ده راجل له مشكلة مع الزوجة، ممكن في ناس تسيب الصلاة وتسيب الدنيا كلها، صح ولا لا؟ مع الأولاد، مع الجيران، في الشغل، في الطريق، بص تلاقي في ارتباك واضطراب. فجعلت الصلاة بهذا التوزيع الرباني، قالوا ايه، من أعظم الوعظ والإرشاد والتوجيه الذي شرعه تبارك وتعالى لعباده الموحدين، الصلاة بهذه الكيفية، وزعت على اليوم والليلة لتكون واعظا يصحبك كلما نسيت أو اعترقت الغفلة أو شغلت أو انهكت أو ارهقت أو حدث لك طارئ، تأتيك الصلاة لتخرجك من هذا الجو إلى جو أرحب وأوسع، وتقوم بتجديد الصلة فورا بينك وبين الله عز وجل، حتى تخرج من الدنيا وهمومها بالكلية فتلقيها عن نفسك. إزاي؟ تعال نشوف كده الموضوع ده، شوف بس طريقة التوزيع. قال لك شوف، يعني خدها كده واحدة واحدة، وبس هاتها من وقت الذروة. وقت الذروة معروف اللي هو وقت الظهر، مش كده؟ قال لك خد من وقت الذروة وحاول تطبق كده تطبيق عملي وتشوف ايه اللي بيحصل، وتشوف روعة التشريع. قال لك انت صليت الصبح وطلعت، طبعا انت بشر مش معصوم، في حرب شغالة عليك من شياطين الانس والجن، ممكن في غدرات، فجرات، حركات، نظرات، كلمات، تصرفات، تفريط، افراط، حدث اشياء كثيرة جدا. وانت ماشي مع مرور الأوقات، الثواني والدقائق، تبدأ تيجي الغفلة تاني، والنسيان والانهماك والانشغال والانخراط، اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيزرع واللي بيصنع واللي بيتعلم واللي بيعلم واللي يعني حرفي الدنيا، والمرأة في بيتها، وحتى الأطفال في الحضانات والمدارس والجامعات، الناس منهمكة في وقت الذروة. فيقطع هذا الانهماك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أي من الدنيا وما فيها.
مما أنت فيه. أنت في إيه؟ اللي أنت فيه الله هو أكبر منه. دع ما في يدك وقم وانتبه حيث ينادى عليك، فقد وقع منك ما وقع ما بين الصبح إلى الظهر، قم فانتبه لهذا الأذان وردد مع المؤذن. تلاقي لطيفة كده ناخدها في النص قبل ما نكمل، يا سلام على روعة التشريع. الأذان شرع كأعظم واعظ حقيقي يستصحبنا إلى الصلاة بكلماته الرنانة العظيمة الآسرة المؤثرة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا فيه عشان ما نهملوش. طبعا هو فرض كفاية، إذا قام ببعض سقط عن الباقين، لكن عمل جو من التنافس حواليه. لو تعلمون ما في النداء والصف الأول، يعني لحصل وحصل وكان وكان. شوف المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. حاج مسطور جزاه الله عنا خيرا، راح فين هو؟ ممكن يكون مشى مؤذن هذا المسجد. شيء رائع، شيء رائع جدا. شوف يقول لك إيه، المؤذن مع هؤلاء هم ثلاثة، قال عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر، يعني يوم القيامة، ويتمرغون على كومة من المسك. مين أول واحد فيهم؟ المؤذن ورجل ينادي للصلاة. ده ترغيب فيش في الأذان. طيب عشان أنت تتنافس عليه وتحرص عليه، لا شوف الأجمل بقى. أنت يا مستمع، ما مش ممكن كلنا نأذن صح؟ لازم واحد يأذن وخلاص، أندانا صوتا وممكن الموضوع يمشي. فقال لك لا، أنت برضه ما تحرمتش. النبي بيقول لك ركز بس، ولك سكة تانية فيها أجر كبير خالص، اللي هي إيه؟ الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وجي وقت الأذان فصعد سيدنا بلال يؤذن، فصعد قاعدين يحكوا زي ما احنا بنعمل كده، بيحكوا مع بعض خلاص الأذان، بيستعدوا للصلاة بس قاعدين يحكوا. فالنبي حب يعلمهم حاجة كبيرة جدا، يا جماعة الموضوع كبير، هو مش مجرد كلمات ترفع عشان الناس تيجي تصلي، لا موضوع أكبر من كده. اسمع، فنظر إلى بلال وقال، لما عمل كده بصبعه وشاور للصحابة كلهم انتبهوا، بصوا على سيدنا بلال، من قال مثل ما يقول هذا يقينا من قلبه دخل الجنة. اللي ردد ورا المؤذن ويقول زي ما هو بيقول بيقين على الله عز وجل دخل الجنة. ايه الهدف؟ حد يقدر يقول ايه الهدف؟ دعوة للتركيز صح؟ دعوة للانتباه، دعوة للتدقيق، دعوة للتدبر. يعني ما تسيبش الأذان يعدي. وبعدين مش كده بس، من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال وأنا، أنت يعني، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، إيش غفر له ما تقدم من ذنبه. ده كل ده لسه بس أنت بتسمع الأذان، شوف المعنى. طيب والحديث الثالث المشهور اللي بتسمعوه كلكم بعد كل صلاة في المذياع وفي الفضائيات، اللهم رب هذه الدعوة، الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال لك كل ده فيه دعوة للتركيز، دعوة للانتباه حتى تركز من المطلوب. طيب سمعت النداء تروح خبط الأربع ركعات في البيت ولا في الدكان ولا في الشارع ولا في حتة كده، خلاص تك 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 تك، نظام روتيني زي الزنبلك كده وخلاص. لا، شوف بقى التوجيه الرباني، قوم اتوضأ، تطهر، تشريع رباني. لما تقعد تبص في تشريع الطهارة تقول ايه الروعة دي، ايه روعة الدين ده، بخلاف كل من سبقنا. الطهارة لها يعني روعة وجمال ومعاني أعتقد أننا في مس الحاجة إليها، في مس الحاجة إليها، معنى راقي جدا يعني من النظافة والتأهيل والإعداد. يعني حتى يقال بعض المسلمين ذهب إلى بعض بلاد أوروبا، فاسمع هذا الرد العجيب التلقائي، دليل على الفطرة. هناك عندهم يعني من العيب أن تضع رجلك في المرحاض في الحوض اللي أنت يوم بيغسلوا وشهم فيه ورسهم، بس تحط رجلك فيه دي مصيبة عندهم.
فالمهم هو قاعد في مكان يعني فاخر وحاجة مستوى عالي جدا، فواحد منهم شافه بيحط رجله في الحوض. قال له ازاي حط رجله في الحوض احنا بنغسل وشنا فيه؟ طبعا ده رجله كانت اليمين، ما التفتش وخلصها ودخل على التانية وخلصها. قال له اخواك انا هسألك سؤال، انت بتغسل وشك ده كم مرة؟ قال له في الصبح وانا ماشي الشغل مرة واحدة زي ما بيحصل عند بعض كده. قال له رجلي دي انضف من وشك، انا بغسلها 5 مرات في اليوم والليل. ايه رايك في الرد العملي ده؟ الشاهد تتوضا، تشوف بقى الفضل والاجر، تتساقط عنك الذنوب والمعاصي مع اخر قطره ماء. كل اللي حصل من الصبح للظهر يتساقط عنك. يا ايه ده يا جماعه، ده شرف عظيم جدا مش كده بس. طب انا اصلي هنا؟ لا ما ينفعش. صلي فين؟ روح صلي في المسجد. لماذا بنيت المساجد؟ من جملة ما بنيت من أجله الصلاة، والصلاة جماعة عندنا يعني هو القول الراجح واجبة. ماشي؟ طيب من سمع النداء ثم لم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، مرض مقعد، يعني مثلا مطر شديد يحول بينه وبين الوصول، 7 ضاري أو عدو يتربص به، وإلا فلا عذر له. صلي في المسجد حيث ينادى عليه، وعشان يطربك كده وتمشي وانت ايه يعني حس بنشوة وبرضو على السكة هتاخد حسنات، لا تخطو خطوة إلا وترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. ايه رأيكم؟ تمشي كم مرة؟ يعني 5 مرات، كم خطوة؟ الله أكبر، حسنات، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة فضل الله عز وجل. تصل إلى المسجد، تدخل إلى المسجد فتحيي المسجد بيت الله عز وجل، وحقا على المزور أن يكرم زائره، فتنتظر حتى يقوم الإمام ليأمر بإقامة الصلاة. فشوف شوف النداء جايبك ليه، حاجة عجيبة، مين في المسجد؟ المسجد بتاع الحي ده مين اللي فيه؟ في كل أهل الحي بلا استثناء، لا طبقيات ولا فوارق. شوف فيش فرق بين غني وفقير، وزير وغفير، طويل وقصير، عربي وعجمي، الكل جاء للمسجد حسب النداء. ماشي؟ الكل ينتظر تعليمات الإمام، حتى لو رئيس الجمهورية قاعد الإمام هو اللي يقول قيموا ولا ما تقيموش، هو الذي يتقدم ويقول استووا تستووا. ما تقدرش تخلف ولا انت ولا تخن واحد في البلد. حد يقدر يقول للإمام لا انا مش مستوي شوف مصلحتك انا اقف براحتي؟ لا، لازم يسمع كلام الإمام، تدريب وتعليم. قال لك بتبص انت في الناس كده هم قاعدين منتظرين الإمام، كلهم بصوا في الإمام هو اللي يطلع. ممكن يكون أفقر واحد، ممكن يكون أصغر واحد، ممكن يكون يعني مغمور غير معروف، لكن هو الإمام، الدين هو الذي قدمه، القرآن هو الذي صدره. أمر عجيب جدا. فتبص تلاقي أهل الحي كلهم في المسجد، يحدث ألفة وطمأنينة على إخوانك، ويتعرف على الغائب وعلى المريض وعلى اللي عنده مشكلة وعلى اللي عنده أحوال. المجتمع متكامل، دعوة رهيبة جدا. فتنتظر يقيم الصلاة الإمام بأمر الإمام، تصلي، خذ عندك أول بشرة صلاتك دي 27 صلاة. مش معنى 27 حاجة في منتهى الروعة، 27 صلاة فضل عز وجل. مش كده بس، أول ما تقوم وأول ما تركع ثم تسجد تتحات عنك الذنوب والمعاصي التي بقيت، تتساقط عنك كما يتساقط الورق عن الشجر في الخريف. بس لا كل شوية ورقة واقعة كده، واحدة التانية كده، واحدة كده، واحدة كده. سبحان الله، تخلص الصلاة، الصلوات الخمس ايش؟ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يا سبحان الله، أمر عجيب جدا. تصلي مع الإمام، شرع لك الاستغفار بعدها كجبر للخلل الذي وقع فيها. ثم تنظر فتجد أمر عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم سن لك نوافل قبلية وبعدية، ماشي، وأرشدك للحفاظ عليها، لك فيها أجر عظيم جدا. لأنت في حديث عائشة وحديث ابن عمر لو صليت 10 وفي حديث ابن عمر 12 وضبت عليها، ماشي، لك بني له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. الله أكبر. تخرج بعد صلاة الظهر تعود، إيه رأيك؟ واحد لسه مصلي بخضوع وخشوع باستحضار
لعظمة الله عز وجل مستحضر أنها صلاة مودع دعا فيها واستغفر فيها وسبح وكبر وعظم ربه فيها وندم على ما كان منه ثم خرج منها، يخرج أكثر يعني إيمانيات روحانيات يعني انتباه ويقظة، يعود إلى عمله إلى ما كان فيه قبل الصلاة بحالة راقية جدا جدا جدا. لكن طبيعي أنت بشر ومش معصوم، أنت إنسان وتعتريك الغفلة، تبص لي بعد الظهر ها 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 يعني ما يجيش العصر إلا وأنت تكون إيه سرحت. بشر مش معصوم، وقع منك أشياء وأشياء، يأتيك نداء العصر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قم يا هذا، سقط منك ما بين الظهر والعصر كذا وكذا وكذا وكذا، تعمل نفس الكرة، تتوضأ تتساقط ذنوب المعاصي مع آخر قطرة ماء، تمشي كل خطوة ترفعك وذرة تحط عنك خطيئة، تخش تصلي مع الإمام سبحان الله، تقوم تركع تسجد تتحت عنك ذنوب المعاصي، الصلاة هذه تكفر ما كان بينها وبين الظهر ما اجتنبت الكبائر، ترجع تاني بعد العصر إيه اللي بيحصل؟ الإنهاك والإرهاق والتعب مش كده؟ يبدأ المجهود يقل وتبدأ فعلا تنهك، شغل وعمل وبيع وشراء ودنيا أيا كان مستواك، حتى لو قاعد على كرسي في مكيف هتحس ان انت ايه مع اخر النهار تعبت ماشي، يجي لك نداء المغرب، هذا يوم من حياتك من عمرك صفحة ستطوى، ودعها يلا اذهب الى المسجد سبحان الله العظيم، تصلي المغرب بنفس النمط وبنفس المعنى، ترجع الى البيت يأتيك نداء العشاء قبل ان ترقد قبل ان تنام، هيا صلي العشاء في جماعة، هيا انطلق لهذا الفضل ولهذا الأجر العظيم، وترجع من هناك ترقد تستريح، يكره لك السهر بعد العشاء، ما الذي يحدث؟ تغط في نوم عميق، يأتيك نداء الفجر الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، قم، لم تقلق لهذا إنما خلقت لعبادة الله عز وجل. بالله عليكم لو واحد صلى الصلوات الخمسة بهذا المفهوم بهذا الاستشعار بهذا التوهم والتدبر الذي ذكرنا سيبقى فيه شيء؟ قالوا لو لم يكن للصلاة إلا هذين الأمرين، الأول وأقم الصلاة لذكري، عشان يعرفين حتى تكون متذكرا لي على كل حال، حتى لا تستدرج، حتى لا يوسوس بك، حتى لا يعمى عليك، حتى لا يزين لك، حتى لا تقع في المخالفات والمنكرات، تذكرني يا واقم الصلاة لذكري، الصلاة تذكرك بي وبعظمتي وبرقابتي عليك، فهذه تجعلك أكثر انضباطا واستقامة. الأمر الثاني إن الصلاة تنهى إيش عن الفحشاء والمنكر. يا جماعة عايزين نفكر، موضوع كبير والله، موضوع عظيم جدا جدا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب ما بال الناس يصلون، المساجد مكتظة مليئة في أماكن كثيرة، وهم هم الذين يكذبون وينافقون ويغشون ويرتشون ويكذبون ويتلونون ويتزينون ويظلمون ويبغون ويفعلون الأفاعيل، يتعاملون بالربا والبيوع المحرمة، مش كده؟ إيه رأيكم نقول لا إن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر، ولا نقول لا ده قرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول ايه طيب نفسرها ازاي؟ نقول نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكننا لم نصلي بعد الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، احنا بنسقط فريضة ماشي، لكن هي دي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، دي عايزة وقفة كبيرة قوي، عايزة تدبر واستشعار عشان تصل للصلاة التي تنهك فعلا بحق عن الفحشاء والمنكر. يعني ايه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ تخليك منضبط، تخليك دايما عارف زي ايه. قال لك ان بعضهم بيفسرها بايه، فاكرين عدت بينا في الوصية الصغرى لو انتم فاكرين، ان الواحد من اول ما بيسمع النداء ويبدا يتجهز للصلاه ما اعتقدش انه يعمل فحشاء او منكر، لان هو بيتوضا وبيجهز نفسه للصلاه صح، واول ما يبدا يتحرك ناحيه المسجد ممكن يكون ايه محجوب عن الفحشاء والمنكر، وهو داخل الصلاه ابعد ما يكون عن الفحشاء والمنكر ماشي، اول ما يصلي ويطلع لسه طلع طازه يكون بعيد عن الفحشاء والمنكر، بس بعد ما ينسى شوي ممكن يقع في الفحشاء والمنكر. فقال لك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اثناء الاستعداد لها والانطلاق لها وادائها والخروج منها، ثم قد يعني يقع الانسان ويضعف في بعض اللحظات
لكن تأتيه الأخرى فتنهى بتكفيرها له ما كان منه وتذكيره بعظمة من عصى فيبدأ يرجع يعود إلى الله تبارك وتعالى. دقيقة حاجة مش ممكن يا جماعة. احنا في الحقيقة نفرط في هذا المعنى. تعال شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قل أول ما فرض فرض إيش عليه؟ ها؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا نصف انقص منه قليلا. ماشي؟ بعدما فرضت الصلاة بهذه الكفية بالطريقة اللي شرحناها ترك عليه السلام قيام الليل؟ ما تركه حتى مات عليه الصلاة والسلام. سيد عائشة تقول ما ترك صلى الله عليه وسلم 11 ركعة في رواية 13 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان حتى مات. سبش القيام أبدا. كان يقوم من الليل. فاكرين الفتح كان سنة كام؟ فتح مكة 8. ماشي؟ السيدة عائشة شايفته وهو بيصلي من الليل حتى تورمت قدماه. قالت له إيه؟ أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللي في سورة إيه؟ وسورة الفتح سنة كام؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا. وبشر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لرفعة مكانته وهو معصوم في الله عز وجل. فبتقول له يعني 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 كفاية دي. ده أنت ما فيش حاجة خالص أصلا. وأعطيت هذا الشرف وهذا الفضل العظيم. قال إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا العبد الشكور يكثر من الصلاة. ولذلك تجد مثلا رحمة بنا. انظر ماذا صنع. عمل نوافل قبلية ونوافل بعدية. سواء 10 أو 12 على اختلاف الروايات. ماشي؟ وعمل صلاة الليل. والصحابة واظبوا عليها. وهو رغبهم فيها وشجعهم عليه. عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم فيه. من هات عن الإثم تكفير للذنوب. طرد للداء من الجسد. مش هو اللي قال كده؟ لا يقوم الليل منافق. خلي بالكم عشان تبقوا بعيد عن النفاق. صلوا. من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا. كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مش دي كلها أدلة في قيام الليل وترغيب. ناهيك بقى عن الترغيب في صلاة النوافل المقيدة اللي هي قبلية وبعدية والأدلة اللي وردت فيها. حاجة يعني صراحة رائعة. رائعة جدا جدا. اطلع برا شوية شوفوا الصلوات التي شرعت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وما الهدف وما الحكمة فيها. مثلا تجد صلاة الجنازة شرع النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجب على الكفاية. مش كده؟ مش كده واجب على الكفاية والأجر عظيم. يعني عظيم جدا جدا لدعوة المسلم لتوديع أخيه المسلم بدعوات صالحات عساها تقبل الشفاعة فيه والدعاء له والاستغفار. طيب شرع مثلا شوف 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 الروعة وشوف صلاة الاستسقاء عند الجدب والشدة والكرب. الناس تصلي تلجئ الله عز وجل. صلاة الكسوف والخسوف. لسه الكسوف معدي من يومين اهو مش كده؟ دعا الأمة لأن تصلي عند حلول هذه الآية العظيمة حتى يمر القرآن على قلوب الناس ويسمعون الأوامر والنواهي والقصص والسنن والأمثلة وحتى يعتبروا ويتعظوا ما جرى لغيرهم حتى يكثروا من الدعاء والتضرع والعودة إلى الله عز وجل. أمر عجيب جدا. صلاة الخسوف خسوف القمر. انظر إلى الصلوات الأخرى. صلاة مثلا الحاجة. صلاة التوبة. صلاة الضحى جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح مع القول بضعف الحديث والبعض يحسنه. صلوات كثيرة جدا جدا. والمعنى الجمالي في التخفيف عن المسلم حال سفره أو حال حربه. لكن لا ينسى الصلاة. الصلاة في السفر إيش؟ خفضت قصر وجمع تخفيف عليك عشان ما تسيبهاش. الرباعية تبقى إيه؟ ثنائية. ماشي؟ وتصلي. طيب وفي الحرب حرب السيوف أعملت واشتد النزال والمعركة دائرة وتجد الشرع يقول لك لا ما تسيبش الصلاة. وده عمل لك أكثر من كافية لصلاة الخوف أثناء الحرب ومنازلة الأعداء. ده دليل عن أن الصلاة دي يا أخواني أمرها عظيم فعلا. تلزمك في كل وقت فعلا. حتى في عز الحرب حينما يحمل وطيس لا تترك الصلاة. صلتك بربك أمر عجيب جدا. تجد التشريع في 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 مثلا بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة وسنن الصلاة. قال لك لو لم يكن في الصلاة إلا هذه الرسالة. اسمع الرسالة اللي جاية دي رسالة رقية جدا. أنها المدرسة العملية لتعليم الأمة التوحيد والاتباع والتزكية.
ايه دي جبناها منين؟ قال لك كل حاجة في الصلاة، كل حاجة في الصلاة. التوحيد، الصلاة إن كانت لغير الله تقبل، ده رمز الصلاة الإخلاص يعني، والنية شرط في صحة الصلاة كما تعلمون مش كده، ثم الإخلاص فيها الله عز وجل شرط لقبولها، وإلا ما قبلت تردت على صاحبها، كانت من أجل عرض زاء الدنيا مثلا، لخداع الناس، ليزوج، لينصب، ليثنى عليه، ليحمد، كل ده مش مقبول. لازم تكون الصلاة لله. أمر غريب جدا، قال لك أنت تقف بين يديه مستحضرا عظمته، وأنها قد تكون آخر صلاة. قمة التوحيد، قمة التوحيد، سبحان الله العظيم. تقرأ الآيات الفاتحة أصبحت حتم لازم في كل الصلوات بأنواعها، أمر عجيب جدا. خلاصة القرآن في سورة الفاتحة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الإلهية في سورة الفاتحة، وفيها الإعلان عن فقرك وعن حاجتك لمدده وعونه لتؤدي العبودية التي من أجلها خلقك. مش أنت بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، مش كده بتقول كده في الصلاة؟ شو بتقول كم مرة في الفرض وفي النفل؟ قال لك إياك نعبد يا ربي، أنت خلقتني لعبادتك وأنا إياك نعبد، لكن لا قدرة لي على عبادتك إلا أن أستعين بك، أن تمدني بمدد من عندك، أن توفقني، فأنا محارب ومستهدف وأنا ضعيف، والمشاغل والأعباء والهموم والديون والباطل والدنيا بأسرها، كل هذه محبطات معطلات معرقلات، إن لم توفقني أنت فلا قدرة لي. مش ده معنى من معاني التوحيد وعظمة التوحيد؟ طيب الاتباع، قمة الاتباع في الصلاة. لو النهاردة حد طلع علينا ولا جماعة، إن شاء الله من بكرة، إن شاء الله من بكرة هنصلوا المغرب 4 ركعات زي الظهر والعصر، هنصلوا الصبح 4 ركعات برضو زي الظهر والعصر، عشان نوحد كل الصلاة وبكلها ربعي، وبعدين ده زيادة خير، انتوا زعلانين ليه؟ ستقبلون؟ طيب واحد تاني هيطلع عليكم ويقول لكم لا الصلاة كده، أنا هقترح في زيادة خير. هو احنا في الركعة الواحدة بنسجد كم سجدة؟ سجدتين. أنا هخليهم وتر، هخليهم 3، وهخلي ركعين زي صلاة الكسوف كده في كل ركعة، ينفع؟ تقبل منه صلاة؟ هذا مبتدع، هذا مستحسن، هذا مخترع ومؤلف. ليش يا إخواني لا تقبل منه الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصل الاتباع: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقل لنا أنه صلى بالكيفية الفلانية، لا يسعنا إلا أن نسمع ونطيع، لا نملك إلا أن نسلم للصلاة بهذه الكيفية. ما ينفعش حد يخترع ويستحسن ويؤلف في الصلاة من قريب ولا من بعيد. قال لك دي بتقول رسالة ضمنية جميلة جدا: يا معاشر المسلمين، ما لكم لا تقبلون من أحد أن يقدم أو يؤخر في الصلاة، وإذا رأيتم ذلك قمتم جميعا غضبا لله عز وجل، قلتم لا، لن نقبل منك أن تغير في الصلاة أنها خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين تخالفون هديه في أغلب أمور حياتكم. إيه رأيكم؟ تقولوا إيه؟ طب ما أنتم كنتوا غضبانين على الصلاة أنه غير فيها، جميعا أنت غيرت في أخلاقياتك وسلوكياتك ومعاملاتك، في أداك الواجبات والحقوق، في عملك لنصرة الدين، وكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بأوامر وتوجيهات نبوية. أنت فين؟ لازم تفهم القضية، قضية كبيرة جدا. الصلاة بتقول لك 5 مرات غير النوافل قبلية والبعدية، غير الصلوات الأخرى المسنونة التي ذكرنا اللي منها واجب ومنها يعني سنة مؤكدة إلى آخره، كلها تقول لك يا مسلم يا عبد الله لا غنى لك عن الاتباع الحقيقي الكامل، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. يا إخواني أنا يعني خشية الإطالة الحديث عن هذه المدرسة وعن روعتها، طبعا الحديث يطول، يكفيك شرفا وفخرا أنك بالصلاة تنفي عن نفسك تهمة الكفر والعياذ بالله تعالى. العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هتقول لي وأنتم بتكفروا ترك الصلاة؟ ولكن المسألة فيها تفصيل، العنوان صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ماشي؟ طيب أكبر ولا أصغر؟ ناقل منه ولا غير ناقل؟ أقول لك في تفصيل: إن كان يجحدها فهذا كفر ناقا على الملة بإجماع الأمة، لا خلاف في المسألة. ماشي؟ انتبهوا، اللي يقول لك فيش حاجة اسمها صلاة، ده كانت أيام النبي وخلصت الموضوع انتهى خلاص، انتوا جايين تألفوا
ماشي. والذي يقول لا الصلاة فريضة واجبة لكن أنا منشغل، أنا متعب، أنا مهموم، أنا مش فاضي، أنا مش قادر، أنا حصل لي بس قدام شوية لما ربنا يسهل، لما حج الأول ولما اتجوز ولما مش عارف أخلص المشروع، لكن مقر بالصلاة، نقول أيضا هو كافر بنص هذا الحديث. لكن عندنا كما هو عند جمهور أهل العلم كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، لكنه مرتكب كبير أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر والعياذ بالله تعالى. إيه رأيكم بها في واقع الأقارب والجيران والأصحاب والأصدقاء والزملاء الذين لا يصلون أصلا؟ إيه دورك؟ هل تؤدي دورك؟ هل تستشعر أن هذا خطر عليك وعليهم؟ أن هذا قد يجر علينا المصائب، قد يجر علينا العذاب والانتقام من الله عز وجل. يا أخوانا الخلل في الأرض قد يؤدي إلى تحرك الآيات والانتقام، وبالتالي شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم. مفكرين في صلاة الكسوف؟ كلنا تكلمنا، أكيد كلكم تكلمتوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك ها فافزعوا، أول حاجة ليه؟ للصلاة. فافزعوا للصلاة، في رواية فهرعوا للصلاة، والدعاء وذكر والذكر والتكبير والصدقة والعتق على اختلاف الروايات، لكن الشاهد فهرعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة، كأن السبب الأكبر للي حصل لكم ده أن أنتم قصرتوا في الصلاة، ما صليتوش صح، وبالتالي عودوا إلى الله، ابدأوا بصلاة طويلة زي دي، اقرأوا أكبر قدر من القرآن في ركعين في كل صلاة، حاجة إيمانية راقية جدا. ولذلك تجد يعني كما قدمنا أرحنا بها يا بلال، ريحنا بها بلال، فيها تجد نفسك تسمو بها، تسمو بقلبك. المعاني في الحقيقة كثيرة جدا جدا، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكن الأخ الذي يعني استحلفني أن أتكلم ها أنا قد لبيت رغبته وتكلمت باختصار شديد في هذا الموضوع الذي أرى من نفسي من أخواني خلل وتقصير. أي نعم بنصلوا، لكن صلاة روتينية عاداتية تقليدية ليس فيها المعنى الروحاني والإيماني المنشود. الصلاة يا أخواني مدرسة إيمانية تربوية وإصلاحية لا نظير لها، إذا أديت بالمفهوم الصحيح سمت بنا وعلت. ولعلكم ترجعون، وأنصح يعني قرأت كلام ابن القيم في الصلاة، كلام المروزي في الصلاة، في رسالة شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل الصلاة لماذا، اقرأها وتأمل فيها وفي معانيها، في حاجات كثيرة جدا تتكلم معك. الخشوع في الصلاة لشيخنا الشيخ أحمد فريد، في رسائل راقية وعظيمة تتعلم منها كيف تصلي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، التي تكون بخضوع وخشوع بتدبر واستشعار، باستحضار أنها قد تكون آخر صلاة، باستحضار أن العدل عليك رقيب وشهيد وحسيب. هذه المعاني لو استحضرتها وأنت تصلي هذه الصلاة لا شك ستتغير. انتبه لسجودك وانظر إليه إلى ركوعك وتأمل فيه، ماذا تقول في ركوعك، ماذا تقول في سجودك. الأذكار الموظفة في هذا الباب عظيمة جدا. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب قبل أن نجيب على الأسئلة معنا الشيخ رجب إن شاء الله يتفضل يذكرنا بالله جزاه الله خيرا. تفضل الشيخ رجب. فين هو؟ اختفى ولا ايه؟ الشيخ رجب مش موجود؟ يبقى قلع النظارة بقى، معلش سامحوني بقى، نلبس النظارة ونجاوب على الأسئلة. الله المستعان. رجل يصلي الصلوات الخمس ويقطع رحمه، لا يكلم إخوته ولا يعيد عليهم، نقول لهذا ولأمثاله، ولعلنا جميعا نتلبس بمثل هذا المعنى الخطير، هذا لا يستقيم، هذا لا يقبل. كيف تصلي الصلوات الخمس بالمفهوم الذي ذكرنا وما زلت تقطع الرحم ولا تسلم على أخوانك وعلى أشقائك؟ كيف
كيف يعني يتصور هذا من مسلم يعرف قيمة الصلاة وقدر الصلاة ومكانة الصلاة وأثر الصلاة؟ لا ده نقول له معلش يعني عيد حساباتك من جديد وحسن صلاتك حترجعك لرحمك ولإخوانك بسلام. انتبه لهذا المعنى العظيم.